بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن أمراض الجهاز التنفسي، بنتكلم على أمراض الجهاز التنفسي العلوي، يعني من أول الحنجرة وانت طالع. احنا قلنا علماء الجهاز التنفسي قالوا ان احنا عندنا جهاز تنفسي جزئين، جزء علوي من أول الحنجرة، الحنجرة وانت طالع، بلعوم وأنف وجيوب أنفية، ده أبر ريسبيراتوري، وده تخصص بيسموه بتوع الأنف والأذن. لو الإصابة من الحنجرة وانت نازل، يعني قصبة هوائية، شعيبات رئة، بلورال، الغشاء البلوري، كل دي بنسميها إصابات رئة. ممكن إصابات الرئة دي تبقى في الرئة نفسها كنسيج رئة، وممكن تبقى في الأوعية اللي بتغطي الرئة. دخلنا بالمونيا إمبوليزم وهنشوف حدوته الكبيرة ده. لكن أنا عايز أقول النهاردة إن إحنا عندنا ابسط حاجه من الابر ريسبيراتوري تراكت اللي هي الراينايتس، او نقول عليها واحد عنده افرازات باستمرار. اللي عنده افرازات باستمرار ده، او مناخيره مزكمه باستمرار او قافل باستمرار، ايه اسبابها؟ الاسباب اللي محطوطه عندنا ممكن يكون، احنا طبعا بنتكلم عن الكومن كولد او البرد العادي. ما اتخلقش لسه اللي ما عندوش رشح، ما عندوش كحه، ده ما اتخلقش لسه، يبقى دي كومن ديزيز، يعني الناس كلها عندها. يعني مش نقول مجموعه من الناس قد يصيب مجموعه وقد لا، كل الناس عندها. بس هي القضية ان بعض الناس يرى ما تفرز وبعض الناس لا يرى. يعني هقول لك العرق ما اتخلقش لسه لما بيعرقش، بس في انسان عرقه غزير فبيشوف العرق وبيحس بالعرق، وفي انسان عرقه قليل فبيقول لك ده انا ما بعرقش. لا، ما بتعرقش ازاي؟ لو ما بتعرقش مش هنغير الهدوم ابدا. يعني لو في انسان ما بيعرقش عمره ما هيغير الهدوم الداخلية، لان هيوسخ ايه؟ ايه اللي هيوسخ الهدوم؟ عرق. بس كمان بيشوفش العرق وبيحس ان الهدوم مبلولة فبيقول انا ما بعرقش. لكن كل الناس بتعرق، لكن الفرق في ايه؟ في كمية العرق. برضو في الافرازات، كل الناس بيجي لها افرازات، بس في واحد بيبقى افرازات زيادة قوي فواخد باله ان هو بينف كتير او بيبلع الافرازات كتير، وفي واحد افرازاته قليلة فتقريبا ما بيستخدمش مناديل. ليه؟ لانه ما بيلاحظهاش قوي. طيب اللي افرازاته كتير ده سببها ايه؟ ممكن اول سبب اليرجيك، حاجة حساسية. يعني ايه حساسية؟ ساعات ما بين الربيع مثلا والصيف حبوب اللقاح في الجو تعمله راينايتس، ساعات لما يخرج من جو برد الى جو سخن وهو في الحرارة البارد فجأة راحت مناخيره عاملة شيء حساسية، قاعد في عربية ومتعرض لبرد كتير طول ما هو ماشي عاملة له حساسية، دي كلها اسمها اليرجيك. وفي 100 حاجة تعمل اليرجي او حساسية، اهمها الانتقال من وسط لوسط او للتعرض للهواء كتير. يعني انا لو قاعد في العربيه وفتح الشباك باستمرار وداني مناخيري بتتعب وودني اللي ناحيه الهواء بتتعب، يعني تلاقي ودني بتوجعني ودني الثانيه لا، مناخير بتتسد باستمرار جنب الشباك والثانيه لا، السواقين كده، يبقى في اول حاجه تخليني راينايتس او عندي مشاكل في مناخيري اول حاجه اليرجي. تاني حاجه بنسميها بقى عيب في البيوت. عيب في البيوت ازاي؟ زي الهوا الداست اللي هو التراب والبيتس والاوكيبيشنال كوزس، اللي هي ايه؟ في ناس ما بتنفضش السراير والدواليب دايما عليها اتربه سايباها بقى لها سنين، دي تراكمات تراكمات تراكمات، تلاقي عليها بقى كل مخلوقات اللي مايتس ودست وجرب وحاجات عته وحاجات بتخش في المناخير تعمل بوظان. يبقى الميكروب في قلب البيت، عته وحساسيه وفطريات وكل حاجه. خلاص؟ دي بيسموها هاوس داست ومايتس وبيتس واوكيبيشنال كوزس، الحاجات اللي موجوده في مكان العمل. في بعض الناس بيقول لك انه في بعض المكاتب وبعض المخازن وبعض الاكلاسيرات والدوسيهات القديمه عليها ميكروبات وكل ده ممكن يبوظ المناخير. العام من دول كلهم بتاع التكييف، اللي قاعد تحت التكييف او جنبه ده هيبوظ له مناخيره، هيبوظ مناخيره. عندنا كمان حاجات بنسميها سيزونال، الحاجات اللي هي كل فترة، زي حبوب اللقاح، زي المولد، زي حاجة اسمها الفطريات، لها وسط بيه تتكسر فيه. الناس بقى اللي بتتعامل في موسم الحصاد بتروح غيطان كلام من دي بيسموها سيزونال أو موسمية. في حاجات انفكشن، الانفكشن دي عدوى، ممكن تجي لي عدوى في مناخيري، انا قعدت مع واحد عمال يرشح باستمرار وريحه مناخيره مغيره، واهلا وازيك وكل ما اشوفه ابوسه، ما انت كده نقلت عدوى يا استاذ. فاذا مهم جدا جدا ان انا لما الاقي حد بيكح او عنده مشكله ما بقربش منه كتير عشان ما القطش منه الايه؟ العدوى. طيب في عندنا كمان دراجز، ادويه، ممكن ادويه تبوظ لي المناخير، وساعات ادويه بيجيب كحه زي البيتا بلوكرز،
وزي الناس اللي بياخدوا حاجات الالكابريس ومش عارف ده، بياخد من بتاع الدواء من هنا والكح من هنا، لان في ادويه بتعمل كحه وفي ادويه بتبوظ المناخير. في برضو عندنا حاجات هرمونال، زي بعض السيدات لما بتيجي تحمل فاضطراب الهرموني بيعمل لها كحه وراينيتس. في ناس بقى الايريتنس بيعمل شطه، بيعمل فلفل اسود، بيعمل مش عارف ايه، اي حاجه مثيره تيجي على مناخيره على طول يكح. المشكله ان في ايريتنس حلوه للمناخير وفي ايريتنس وحشه. يا ترى ايه الايريتنس حلوه والايريتنس الوحشه؟ نشوفها الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.